السلام عليكم، معكم يوسف حاضر كاتب جهه الاتحاد المغربي للشغل. حنا كممثلين على قطاع كلا السيارات اليوم سمحنا كنعانيو او سمحنا بالاحرى قاب قوس قينا وادنى من الافلاس. لهذا كنرجو السيد الوزير الله يجازيك بالخير تفعيل المسائل اللي خرج بها في التصريحات الاعلاميه نتاعو من اجل اولا الايقاف الرخص الممنوحه من طرف وزاره التجهيز والنقل، وثانيا التحرير عدد السيارات المملوكه لدى الشركات. سيدي الله يجازيكم بالخير، حنا نضرب لغات العاميه، حنا كنطالبوا الحكومه الله يجازيكم بالخير، حنا كمهنيين حنا ما شغلناش في المشاكل السياسيه، حنا ما تدخلوناش الله يرحم الوالدين في متاهات نتاع الانتخابات العام الجايه، كنناجدوك السيد الوزير على انك تخرج لنا دفتر التحملات، كطلبوا ان الجي كطلبوا من القطاعات على انهم يتهيكلوا باش يكونوا هما واحد المنبر اللي كتوصلوا صوتكم منهم للمهنيين، حنا اليوم بعد تاسيس مجموعه نتاع جوج النقابات الوطنيه ومن بعد تاسيس جوج الفيدراليات كنناجدوك، قدمنا لكم مشروع دفتر التحملات، قدمنا لكم المسوده فيها المسائل كامله اللي كيطالبوا بها المهنيين ديال القطاع والتي تساير وتواكب التطلعات المهنيه والحكوميه في استقبال 20 مليون سائح. هذا الشيء هذا راه بقى حبر على ورقه السيد الوزير. لهذا كنطالبوا من السيد الوزير التفعيل نتاع التصريحات اللي خرج بها من جهه، هذه من جهه المسائل اللي متعلقه بالحكومه، اما من جهه الشركات ومجلس المنافسه فكنطالبوا منه التدخل في ضبط وعقلانه اثمنه اللي ولاو كيطالبونا بها الناس نتاع التامينات، لان ماشي معقول بعد ما كنا كنأسيوري واحد الطوموبيل ب 2800 و3000 درهم اليوم غنأسيوري ب 5500 درهم، بعد ما كنا كنأسيوري التوريسك ب 6000 و 6500 اليوم ولينا كنأسيوري نفس السياره ب 13000 درهم و 12000 درهم، هذا الشيء راه ما يكونش الاضرار نتاعو غير علينا حنا قد ما تكون على المستهلك اللي هو الزبون، لان انا من بعد ما يقيس الزبون الطوموبيل فانتم غتخليونا دابا في مواجهه غتزيدوا المحاكم القضايا والدعاوي بيننا وبين الناس اللي تابعنا، هادشي باش كنطلبوا من الناس نتاع التامين يراجعوا هاد الزياده اللا اخلاقيه والمجحفه في حقنا ويديروا شي حاجه اللي تراعي لمصلحتهم ومصلحتنا. المشكل الثالث وهو الاساسي واللي كيهدد دابا مجموعه نتاع الشركات بالافلاس هو مشكل القروض. كيف يعقل انك كطالب واحد السيد كنت كطلب منه الدوله يشد محاله ويمشي يجلس في الدار وانت كطالبوا انه يخلصك؟ بالاكثر من هذا كطالبوا انه يخلصك بواحد الزياده، واش حنا ما عندناش حتى المدخول وانت كطالبني بالمدخول وكطالبني بالربح؟ هادشي راه ماشي منطقي وهادشي راه خص تدخل فيه شي جهه، راهو اي جهه راسلنا زعما باش يقول شي واحد انكم ما راسلتوناش ولا ما طلبناش، حنا راسلنا جميع الجهات واكدنا على المطلب نتاعنا على اننا ما كنطالبوش باعانه ماديه، حنا ما بغينا لا اعانه من صندوق كورونا ولا حتى حاجه، حنا بغينا ضبط النفس لهاد الشركات هادو، واش ما لقاوش شي واحد اللي يلجمهم؟ حنا خصنا هاد الشركات هادو حتى هما يحسوا بالمواطنه وتكون الكارثه وتكون الجائحه على الجميع، ماشي انايا والمواطن العادي تضررنا والشركات ولا المؤسسات البنكيه كتزيد تصغنا على ظهرنا في هاد الظروف، هاد الشيء هذا راه ماشي منطقي والله من هذا لا منكر. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.